ينضم إلينا من الكويت فؤاد التميمي الإعلامي اليمني. مرحبا بك سيد فؤاد. يعني الرئيس هادي يؤكد على الدعم الكامل للوفد الحكومي للمشاورات ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الوطن، هل يطمئن هذا الشعب اليمني إلى أنه لا تنازل عن تسليم الأسلحة والانسحاب وإن طال أمد المفاوضات؟ مرحبا أخي الكريم، أوقاتك طيبة، يعطيك الصحة والعافية. حقيقة هناك ثبات في موقف الوفد الحكومي المفاوض هنا في الكويت وعلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية التي تصب في إيقاف هذه المجازر التي تقوم بها ميليشيات الانقلاب منذ انطلاقها. كل الحديث الذي دار خلال الفترة الماضية وكل المواقف التي تبناها الوفد الحكومي لا تخرج عن هذا الإطار. هم مسؤولين عن هذا الشعب الذي كل يوم يتعرض لمزيد من المجازر من قبل هذه الميليشيات، وإعطاء أي ضوء أخضر أو التوافق وفقا لرؤية ربما تضر أو تلغم مستقبل اليمن هذا أكيد مرفوض، وهذه قراءتنا لموقف الوفد الحكومي المفاوض أو في هذه المشاورات في الكويت. نعم. اليوم ظهور بعض القادة المقربين من صالح والحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور هؤلاء بمنشورات تخالف مواقفهم السابقة ومحاولة منهم للتقرب للرئيس هادي أو لنائب الرئيس، ماذا يعني ذلك وهل يمكن الوثوق مستقبلا في أمثال هؤلاء؟ نعم، أكثر من 63 اتفاقية وقعت كانت بين الدولة وهذه الميليشيات أو بين الميليشيات وبعض أطراف الصراع الداخلية في اليمن، كلها تنبئ وتشير في الحقيقة إلى عدم الوثوق بأي اتفاقيات مع هذه الجهات، أكانت الملشوية أو من يساندهم خلال الفترة الماضية أو الفترة اللاحقة. طبعا كان الوفد الحكومي واضح في إيجاد ضمانات دولية لأي اتفاقات أو تفاهمات خلال الفترة الماضية، هذه الضمانات كانت كنا نريد أن نؤسس، يعني كانت فكرة الوفد الحكومي يريد أن يؤسس لحوار ينبني عليه سلام. إلى الآن تخيل بعد كل هذه الفترة الزمنية لا توجد نقطة واحدة يمكن أن يبنى عليه، لم نجد أرضية يمكن أن نقول لمشاهدينا الأعزاء أن هناك ما يمكن أن يتفق عليه في قادم الأيام. الملف الإنساني كان حاضرا في مشهد المفاوضات، كان حاضرا في مشهد المسؤولية لدى الوفد الحكومي خلال الفترة الماضية، قال سندخل من هذه النافذة ربما وعسى أن تقف الأمم المتحدة في موقفها الإنساني وتكون حاضرة أيضا وتراعي مسؤولياتها الأخلاقية لإنقاذ الذين يصرخون في سجون ميليشيات الحوثي وأقبيتهم، لكن هذا الملف أيضا لم يحرك ساكنا، لم يتقدم قيد أنملة خلال الفترة الماضية. لا توجد أي مؤشرات لهذه الميليشيات أنها تريد سلاما أو تريد إيقاف تلك المجازر التي نراها ونتابعها يوميا في كل من تعز وبقية مناطق ومحافظات اليمن. نعم سيد فؤاد، هذا عن الميليشيات، لكن ماذا عن الأفراد التابعين للحوثي وصالح والذين وبعضهم قيادات في المؤتمر الشعبي، بعضهم الآن يريد أن يقفز من السفينة وينضم إلى الحكومة الشرعية، سؤالي هنا وباختصار هل يمكن الوثوق في هؤلاء مستقبلا؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع فؤاد التميمي الإعلامي اليمني والذي كان يحدثنا من الكويت.